السلام عليكم طلبة الفرقة الرابعة شعبة اقتصاد مادة النظرية الاقتصادية الجزء المتقدمة. في المحاضرة دي هنحل تطبيقات على مرونة الطلب السعرية. السؤال الأول، وضح عم إذا كانت العبارات الآتية صحيحة أم خاطئة. رقم واحد، يعد خط الاستهلاك السعر موجب الميل. الإجابة خطأ، عشان احنا خدنا ان خط الاستهلاك السعر ليه 3 حالات. اول حالة لو كانت المرونة بتساوي 1، في الحالة ديت بيبقى خط الاستهلاك السعر بيبقى افقي، ووضحنا السبب ليه. اذا كانت المرونة اقل من 1، بنلاحظ ان خط الاستهلاك السعر بيكون موجب الميل. طبعا المفروض ان نكتب التفسير الكامل ليه هو موجب الميل، ليه هو افقي. وفي حالة المرونة لما بتكون اكبر من 1، بيبقى خط الاستهلاك السعر بيكون سالب الميل. تمام، ممكن نراجع عليها سريعا. خط الاستهلاك السعر لما بتكون المرونة اكبر من 1 بيبقى سالب الميل، عشان التغير في الكمية المطلوبة بتكون أكبر من التغير في السعر. فلما السعر بينخفض بنسبة معينة، الكمية المطلوبة من السلعة بتزيد بنسبة أكبر، فالمستهلك هيقلل أو هيوجه جزء من إنفاقه على السلعة الأخرى اتجاه إكس. أنا عندي ميزانية ثابتة، الدخل بتاعي لسه عند المستوى القديم فبيبقى ثابت، عشان كده أنا بتحرك من نقطة R لنقطة T وبقلل حجم الإنفاق على السلعة Y. لما بتكون المرونة عندي أقل من 1، أنا ب... لما ي... ما السعر بتاع X بيقل، استهلاكي من السلعتين هيزيد. هيزيد ليه؟ عشان لما سعر السلعة X بيقل ومرونة الطلب على X بتكون أقل من 1، ده معناه إن النسبة أو الكمية المطلوبة من السلع X هتزيد بنسبة أقل من النقص في سعر السلع، فبالتالي هيبقى عندي فائض في الميزانية هوجهه للسلع الأخرى. فأنا كده هزود استهلاكي من X وهيفضل لي باقي في الميزانية عندي، وهشتري أكتر من السلع الأخرى. لما تكون المرونة بتساوي 1، ده معناه إيه؟ معناها أنا بوجه جزء من دخلي على X وجزء باقي السلع. لما سعر السلع إكس ناقص بنسبة معينة، هيزيد الكمية المطلوبة من السلع إكس بنفس النسبة، وفعلي إن أنا مش هغير إنفاقي على السلع الأخرى، إنفاقي على السلع الأخرى هيكون ثابت. عشان كده خط الاستهلاك السعر في حالة المرونة لما بتساوي 1 بيبقى أفقي، بيعبر إن أنا هزود استهلاكي من السلع إكس ومع ثبات الجزء المنفق على باقي السلع. السؤال الثاني، تعد قيمة المرونة الطلب السعرية ثابتة على طول منحنى الطلب سالب الميل. الإجابة خاطئة. ليه؟ عشان مرونة الطلب السعرية بتكون ثابتة فقط في 3 حالات، لما يكون الطلب عندي أفقي أو رأسي أو واخد شكل اللي هو القطعة الزائد القائم. لكن منحنى الطلب سالب الميل أو منحنى الطلب الخطي، بتتغير قيمة المرونة من نقطة للتانية على طول المنحنى. رقم 3، عندما يكون الطلب خطي وسالب الميل، تتساوي قيمة المرونة السعرية مع ميل المنحنى. طبعا الإجابة خاطئة، إن المرونة بتساوي إيه؟ بتساوي التغير في الكمية المطلوبة على التغير في السعر مضروب في السعر القديم على الكمية القديمة. فبالتالي حساب المرونة، يعني ميل المنحنى هو جزء من حساب قيمة المرونة، لكن هما الاثنين ما بيتساويش ببعض. رقم 4، من الأربح لدى المنتجين رفع الأسعار من أجل الحصول على إيرادات مرتفعة. لو السؤال كده بشكل عام، يبقى الإجابة خطأ. تمام، ليه؟ إن ده متوقف على قيمة مرونة الطلب السعرية. لو كان الطلب على السلعة عديم المرونة أو قليل المرونة، هيبقى من الأربح لدى المنتجين إنهم يرفعوا الأسعار من أجل الحصول على إيرادات مرتفعة. تمام،
لان لو انا بتكلم مثلا كمثال طلب قليل المرونة، هنلاقي ان التغير النسبي في الكمية المطلوبة بيكون اقل من التغير النسبي في السعر، بالإيراد الكلي ما هو الا ضرب السعر في الكمية. فالسعر هيزيد بنسبة 10%، الكمية هتقل بنسبة 8%، فالنتيجة النهائية ان الإيراد الكلي هيرتفع مع ارتفاع السعر. يبقى من الأربح لدى المنتجين رفع الأسعار من أجل الحصول على إيراد مرتفع في حالة طلب قليل المرونة، لكن لو طلب عندي كبير المرونة فمن المربح لدى المنتجين خفض الأسعار من أجل الحصول على إيراد مرتفع. ليه؟ إن الطلب قليل المرونة بنلاحظ إن التغير النسبي في الكمية المطلوبة بيكون أكبر من التغير النسبي في السعر، فالإيراد الكلي بيروح في نفس اتجاه التغير في الكمية، فهو بيبقى عين يعني المنتج بيبقى عينه على الكمية اللي هو بيبيعها أكتر من السعر، فهو عايز يبيع كمية أكبر عشان الطلب مرن، فلازم يقلل السعر عشان يبيع كمية أكبر لو كان الطلب مرن، عشان ده هيحقق إيراد كلي مرتفع. رقم 5، عندما يكون منحنى الطلب خطي وسالب الميل تبلغ قيمة الإيراد الحادي صفر، عندما يصل الإيراد الكلي لأقصى قيمة له، وعند هذه النقطة تبلغ مرونة الطلب السعرية 1. طبعا العبارة دي صحيحة، وهنرسم الرسمة ديت ان منحنى الطلب بيكون خطي وسالب الميل. طبعا احنا عارفين ان قيمة المرونة بتختلف من نقطة للتانية عند منحنى الطلب لما بيكون خطي. عند المنتصف عند النقطة M بنلاحظ إن مرونة الطلب السعرية بتساوي 1. عرفت إزاي إن أنا بقسم المسافة اللي قبل M على المسافة اللي بعد M؟ تمام. عند النقطة ديت بيصل الإيراد الكلي لأقصى قيمة له، وبيصل الإيراد الحدي لصفر. السؤال الثاني، افترض دالة الطلب على النحو التالي، مدينة دالة الطلب كيو بتساوي 40 ناقص 2 بي. طبعا دي دالة طلب رياضية وليست بيانية، لأن دالة الطلب البيانية بتبقى بتتحط يعني بدالة البي. طالب مني أحسب مرونة الطلب السعرية عند مستوى الأسعار 2، اشتقاق منحنى الإيراد الحدي من منحنى الطلب، وعايزني أعرف قد إيه بيبلغ قيمة الإيراد الكلي لما عند مرونة الطلب السعرية اللي بتساوي 1، ومستوى الأسعار المناظر يعني لقيمة الإيراد الكلي ده، ونوضح بيانيا منحنى الطلب والإيراد الحدي والإيراد الكلي. خطوات الحل، أول حاجة هنحط قدامنا منحنى الطلب اللي هو الكيو بيساوي 40 ناقص 2 بي، وابتدي أشوف عند السعر 1 نحسب الكمية المطلوبة لأنها 38، عند السعر 2 حسبنا الكمية المطلوبة هنلاقيها 36، يبقى ساعتها مرونة الطلب السعرية في الحالة ديت هنلاحظ إن هي طبعا هي بالماينس أو بالسالب، عشان في علاقة سلبية ما بين الكمية المطلوبة والسعر، وهي ب11%. طبعا ده معناه إن أنا عندي طلب قليل المرونة. عشان أشتق منحنى الإيراد الحادي من منحنى الطلب، إحنا عارفين طبعا إن الإيراد الحادي بيبتدي من نفس نقطة ال يعني من نفس القيمة الثابتة اللي هو 40، لكن هو عنده ميل ضعف ميل المنحنى الطلب، بس احنا مش عايزين نجيبها كده، عايزين نجيبها من الإيراد الكلي. تمام. فاحنا جبنا كده منحنى الطلب الرياضي اللي هو الكيو بيساوي 40 ناقص 2 بي. بيانيا طبعا ان هو بيانيا انا بعبر عنه بالسعر. ليه انا جبته بيانيا؟ عشان انا هرسم الإيراد الحادي، فانا كده لازم اجيبه بالشكل البياني وليس بالشكل الرياضي. يبقى بي بتساوي 20 ناقص نص كيو، هجيب الإيراد الكلي اللي هو بي في كيو، وبعدين عشان أجيب الإيراد الحادي اللي هو الإم آر، فأنا هجيب المفضلة الأولى للإيراد الكلي بالنسبة للتغير في الكمية. تمام. فعليه إن أنا الإيراد الكلي بيساوي 20 كيو ناقص نص كيو سكوير، بفضله بالنسبة للكيو،
وهجيب ال MR هيساوي 20 ناقص كيو. لو أنا بصيت لمعادلة السعر اللي هو منحنى الطلب البياني اللي هو ال B بيساوي 20 ناقص نص كيو، وال MR اللي هو الإيراد الحدي، هنلاحظ إن الإيراد الحدي بيبتدي من نفس النقطة زي السعر 20، لكن هو عنده ضعف الميل، ميله بيساوي 1 والتاني ميله بيساوي نص. السؤال اللي بعد كده هو عايز قيمة الإيراد الكلي عندما تبلغ مرونة الطلب السعرية 1، وعايز مستوى الأسعار المناظر. لازم أبقى عارف طالما مرونة الطلب السعرية بتساوي 1، عند النقطة ديت هيوصل للإيراد الكلي لأقصى قيمة اللوب، والإيراد الحدي بيساوي 0، وعايز مستوى الأسعار المناظر للإيراد الكلي. يبقى كأنه بيقول أنا عايز مستوى الأسعار اللي عنده بيصل الإيراد الكلي لأقصى قيمة الله. ده معناه أنا عايز أجيب الإيراد الكلي، وبعدين الدالة بتاعة الإيراد الكلي، وبعدين أفاضلها بالنسبة للسعر وأساويها بالزيرو عشان أجيب مستوى الأسعار اللي عنده الإيراد الكلي بيصل لأقصى قيمة ممكنة. تمام. يبقى تاني، لما بتبلغ مرونة الطلب السعرية 1، بيصل الإيراد الكلي لأقصى قيمة أو أقصى مستوى ليه، وعليه بيبلغ الإيراد الحدي 0. تمام. ده دالة الطلب اللي هي رياضية، بضربها في السعر ساعتها هجيب الإيراد الكلي بدلالة السعر. ليه أنا جبته بدلالة السعر؟ عشان عايز أجيب مستوى الأسعار اللي عنده الإيراد الكلي بيصل لأقصى قيمة ممكنة أو مستوى ممكن. تمام. يبقى عشان أحصل على مستوى الأسعار اللي بيعظم الإيراد الكلي، أنا هفاضل دالة الإيراد الكلي بالنسبة للسعر وبسويها بالصفر. تمام. هيديني قيمة اللي هي هيديني بقى 40 ناقص 4 بي، كل ده هيساوي 0، يبقى السعر هيساوي 10 والكمية هتساوي 20، وعليه ان الإيراد الكلي بيصل لأقصى قيمة له لما بيكون السعر بيساوي 10 والكمية بتساوي 20، يبقى الإيراد الكلي هيساوي 200 والإيراد الحدي هيساوي 0. بيانيا هو ده. هنبتدي ازاي؟ أول حاجة هنرسم الإيراد الكلي، وهنحط بقى إن الجزء الأيسر للإيراد الكلي يعني في المنتصف هو ده بيوصل لأقصى قيمة الله. في الجزء اللي هو الأيسر هنلاحظ إن مرونة الطلب السعرية بتكون أكبر من 1، عشان كده من المربح لدى المنتجين إن هم يشتغلوا في الجزء المرن، إن كل ما يعني كل ما بركز إن أنا أزود الكمية اللي أنا ببيعها لازم أقلل السعر عشان أحصل على إيراد كلي مرتفع، عشان أنا في جزء مرن، المرونة أكبر من 1. مرونة أكبر من 1 يعني إيه؟ يعني أنا عارف إن التغير النسبي في أو التغير النسبي في الكمية المطلوبة أكبر من التغير في السعر، فمن المربح إن أنا عشان أزود الكمية المطلوبة وهي دي الكمية المباعة يعني لازم أقلل السعر عشان احصل على تغير نسبي في الكميه المطلوبه اكبر، وبالتالي احصل على ايراد عالي. بيصل الايراد الكلي لاقصى قيمه له عندما تصل مرونه الطلب السعريه بواحد، وعندها الايراد الحدي بيساوي 0. تمام. النقطه اللي تحت او الجراف اللي تحت اللي هو منحنى الطلب ومنحنى الإيراد الحدي، هما الاتنين بيبتدوا من نفس النقطة على المحور الرأسي، ولكن ميل منحنى الإيراد الحدي بيكون ضعف ميل منحنى الطلب. الإيراد الكلي بيصل لأقصى قيمة له في نقطة المنتصف عند Q2، عند Q بتساوي 20، والسعر في الحالة دي هيساوي 10، وقيمة الإيراد الكلي في الحالة دي بتساوي 200، وقيمة الإيراد الحدي بتساوي 0. تمام. هنرجع تاني ونقول احنا ليه جبنا الإيراد الكلي من دالة الطلب اللي هي الرياضية، عشان هي بتعبر يعني مكتوبة بدلالة السعر وليس الكمية، واحنا هنا كان المطلوب ان احنا عايزين مستوى السعر المناظر للإيراد الكلي عندما يصل لأقصى مستوى له. فكده هحتاج
المعادلة بتاعة الإيراد الكلي تكون بدلالة السعر عشان أقدر أفاضلها بالنسبة للسعر وأساويها بالصفر وأجيب السعر اللي عنده بيحقق المنتج أقصى إيراد كلي وأقدر أجيب مستوى الإيراد الكلي.